اسمع من مخيم ابو الكرم كلمتين يطلع الا برا 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 برا. اسمع فيش انسان معصوم عن الخطا، فلنفرض انه اخوك اخطا، التمس لي اخوك المسلم 70 عذرا. وينك يا زين حمدان؟ قالوا وما زالوا يقولوا ابو البر قلنا غلطانين، سكرنا البر احنا الصح، ولكن الفلسطينيه عمرهم ما غلطوا وما اعترفوا بغلطهم. يا زين حمدان انت اسطوره، تعرف ليش؟ لانه اللي بيغلط او اللي بفكر انه غلط وبيعترف بغلطه هو الصح بذاته، ولا لا شباب؟ ولا لا؟ وانا كروه